حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. شهر مايو أكثر أيام العام دموية داخل مدينة عدن. رئيسة رابطة أمهات المختطفين للقدس العربي: هناك أسر لم ترى أقاربها المعتقلين منذ 3 سنوات. متطرف شجع خطيبته على تنفيذ عملية إرهابية في لندن. أهلا بكم. يتساءل الموقع بوست في أحد تقاريره حول أبرز المعارك الدائرة حاليا في الساحل اليمني، وعنوان الموقع: معركة الحديدة، ورقة ضغط للحل السلمي أم بوابة للحسم العسكري؟ وقال الموقع إن التصعيد العسكري الدوري في جبهة الساحل الغربي لليمن ارتبط بكونه يأتي متزامنا كل مرة مع يقظة المساعي الأممية للمضي في الحل السلمي للأزمة اليمنية منذ أن بدأت المعارك تقترب من الساحل الغربي للبلاد. ويرى محررو الموقع أنه كلما نشطت الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية سلميا، يعمد التحالف العربي والسلطة الشرعية اليمنية إلى التصعيد عسكريا في جبهة الساحل الغربي بغية الضغط على جماعة الحوثيين لتقديم تنازلات تسهم في تقريب وجهات النظر وحل الأزمة سلميا. ورغم أن التصعيد في المرات السابقة أفضى إلى تحرير بعض مدن ومناطق الساحل الغربي، إلا أن الضغوط الدولية كانت تحول دون اقتراب التحالف العربي والسلطة الشرعية من مدينة الحديدة ومينائها ومطارها، وهذه الضغوط منحت جماعة الحوثيين فرصا ثمينة للمناورة في المواقف. يستدرك الموقع بالقول: يبدو أن معركة تحرير الحديدة هذه المرة جادة وبضوء أخضر دولي، وما كان ذلك ليتم لولا التصعيد الذي سلكه الحوثيون خلال الأسابيع الأخيرة. تواترت الدراسات والبيانات التي أشارت دائما إلى فداحة الخطورة الكامنة في تلافيف المجتمع اليمني جراء استشراء ظاهرة انتشار الأسلحة بين أفراد هذا المجتمع. هكذا بدأ حسن عبد الوارث مقاله في يمن مونيتور مضيفا: الحروب التي لم تهدأ منها البلد يوما أكدت على الدوام أن السلاح نقمة دامية وليس زينة على الإطلاق، حصدت الأرواح وهدمت البنى ووأدت الأحلام. تطالعنا مواقع الأخبار ووسائط الإعلام بصورة يومية بأنباء وتفاصيل الحوادث والجرائم المتوالية جراء هذه الظاهرة الكارثية، وليس آخرها بالتأكيد جريمة قتل أستاذة العلوم في جامعة عدن وابنها وحفيدتها عشية رمضان. وقد صارت الأسلحة النارية تتربع على أكتاف الصغار قبل الكبار وفي المدن قبل الأرياف، في ظل انعدام أدنى ضوابط التقنين في حمل واستخدام الأسلحة جراء انعدام سلطة الدولة وهيبة النظام بسبب تداعيات الحرب الأخيرة والمستمرة. إن عديدا من الضحايا أزهقت الأسلحة أرواحهم حتى في المناطق التي لم تشهد عمليات حربية بعد أن صارت الأسلحة التي زرعتها أطراف هذه الحرب بالهبل أدوات لتصفية الحسابات الشخصية والثأر والسطو المسلح، عدا حالات القتل الخطأ جراء الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناسبات والأعراس والاستخدام الأبله في المزاح بين الأصحاب، لا سيما في ظل الانتشار المرعب للمخدرات وحبوب الهلوسة في أوساط الشباب وصغار السن. نقمة السلاح في اليمن ليست حديثة العهد بالطبع، غير أنها صارت أخطر بكثير جدا مما كانت عليه سابق عهودها. فإذا كان الوضع بالغ الخطورة في ظل توافر قرابة 60 مليون قطعة سلاح، فما الذي سيؤول إليه الوضع في ظل استشراء كميات من الأسلحة تفوق ذلك الرقم بأكثر من 10 أضعاف على الأقل؟ قد تنتهي الحرب لكن السلاح سيبقى في كل بيت وفي كل يد، وهنا تتجلى ضخامة الكارثة. تنتزع الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية في اليمن يوميا مئات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية برا وبحرا في الساحل الغربي في محاولة يائسة لعرقلة تقدم قوات الشرعية. ويعنون موقع مأرب بريس: الألغام الوجه الأبشع لإجرام الحوثيين في اليمن. وقال الموقع: رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد الألغام التي تم انتزاعها وضحاياها حتى الآن، إلا أن الصور التي تنشرها القوات اليمنية
تظهر كميات مهولة من الألغام والعبوات الناسفة بأشكال وأحجام مختلفة. كما كشف تقرير الموقع عن وجود مخازن ألغام بينها إيرانية الصنع تم ضبطها عقب دحر الميليشيات من مناطق في الساحل الغربي. وحصدت الألغام الأرضية والبحرية في منطقة الساحل الغربي أرواح مدنيين من صيادين ومزارعين وأطفال ونساء، ودمرت الممتلكات العامة والخاصة، وتهدد الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر. وأكد مدير المركز العميد الركن أمين العقيلي أن اليمن تعرض لأكبر عملية زرع ألغام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مقدرا زراعة ميليشيات الحوثي أكثر من نصف مليون لغم. إذن التسويات وخيانة العهود، تحت هذا العنوان كتب محمد شداد مقاله المنشور في التغيير نت، مضيفا في جزء من المقال: أي تسوية سياسية في حرب اليمن الأخيرة سيكون مصيرها الفشل، وسيتم الالتفاف عليها، وسيستمر الصراع إلى قيام الساعة، لأنها ستفتقر حتما إلى الصدق والساسة الكبار من طرف الحوثي ذوي المصداقية والوفاء والقرار المستقل غير الخاضع إلى أجندات وأطماع الدول الخارجية. ولا أشكك بطيبة اليمنيين، لأن رغبتهم في إقصاء خصومهم غير وارد، وتسامحهم في كل الأحداث ظاهر حدا مبالغا فيه في ظل النظام الجمهوري سابقا ولاحقا. وعليه وجب الحرص والحذر من التسويات في تحقيق مخرجات الحوار الوطني ونظام الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة التي تسعى إلى عدم التمييز بين الناس على أي أساس عرقي أو طائفي جهوي أو مناطقي، وعدم النظر إلى عروض وتسويات الوسطاء الدوليين والمراهنة عليها، لأن وظيفتهم تتمحور كممثلين أمميين في المساعي السليمة الحميدة لحل الصراع والتوصل إلى حلول سياسية دون النظر إلى طبيعة الصراع التاريخي وسبر أغوار دوافعه وأسبابه ونتائجه، ومعرفة حقيقية لتفاصيل نفسية المواطن اليمني وما شابه من تشقق وجروح جراء الصراعات الدائمة، وذلك إما لعدم دراية تاريخية مدروسة من قبل الدول الراعية للملفات الساخنة تعمد لإبقائها مفتوحة، والتمسك بخيوط اللعبة السياسية التي تحمي مصالحهم وجعلها بأيديهم حتى يكونوا قبلة للمتصارعين تشدهم إليها على الدوام متى شاءت. بشكل يومي يقع أفراد تابعون لميليشيات الحوثي أسرى لدى قوات الجيش الوطني، ووفقا لموقع سبتمبر نت فإن برامج تأهيل تنتظرهم. وعنوان الموقع: الجيش الوطني ينفذ محاضرات تأهيلية لأسرى الميليشيا في الساحل الغربي. وقال الموقع إن دائرة التوجيه المعنوي في ألوية العمالقة التابعة لقوات الجيش الوطني نفذت محاضرات تأهيلية لأسرى ميليشيا الحوثي الذين تم أسرهم خلال المواجهات التي دارت مؤخرا في جبهات محافظتي تعز والحديدة. وطبقا للموقع فقد شملت المحاضرات دروس توعية توضح خطر ميليشيا الحوثي الانقلابية على اليمن ودورها في تخريب البلاد المتمثل بانقلابها على الشرعية تنفيذا لأجندة إيرانية. كما وزعت للأسرى هدايا تتضمن احتياجاتهم من تغذية وملابس ومقتنيات أخرى يحتاجون إليها يوميا في إطار دعمهم النفسي لإخراجهم من أجواء الحرب الخاصة، وأن معظمهم من الأطفال. وتأتي هذه الجهود في سبيل إعادة الثقة للأسرى ودمجهم في مجتمعهم بعد أن دفعت بهم الميليشيا إلى الجبهات ومحاولة بلورة فكرهم بما يتماهى مع توجهات الحركة الحوثية. في تقرير لصحيفة الأيام الصادرة في العاصمة المؤقتة عدن، قالت إن الشهر المنصرم هو أكثر الأشهر دموية من حيث الجرائم الجنائية في عدن. وعنونت الصحيفة: تزايد الجرائم بعدن، وشهر مايو الماضي يحتل الصدارة. وتقول الأيام: تشهد المدينة منذ 3 سنوات جرائم متكررة، غير أنه في الشهر الماضي راح جراءها ضحايا جدد من فئة الأطفال، وعزى الكثيرون تفشي الجرائم في العاصمة إلى ضعف الأجهزة الأمنية بدرجة رئيسية. وتقول الصحيفة إنه في 16 مايو سجلت عدن أبرز الجرائم بشاعة، تمثلت بقتل عميدة كلية العلوم نجاة مقبل ونجلها وحفيدتها ذات الأعوام 4. ولم تمر سوى 12 ساعة حتى شهدت المدينة جريمة اغتيال موظف في تموين البواخر من مسلحين بالقرب من منزله بالممدارة. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد. من جولتنا في الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة لوموند مقتطفا من حوار مع وزير الخارجية الفرنسي، وفي سؤال عن اليمن والمؤتمر الإنساني في اليمن والأوضاع في الحديدة، قال الوزير: الوضع الإنساني الملح في اليمن يجعل من الضروري تنظيم المؤتمر الذي اتفق عليه رئيس الجمهورية وولي العهد السعودي، ونقوم حاليا بالإعداد لهذا الاجتماع الذي سيعقد في 27 من يونيو بحضور ممثلي الدول والوكالات الدولية المعنية. وقالت الصحيفة مستندة على تصريحات الوزير إنه سيتعين على هذا الاجتماع معالجة جميع الصعوبات المتعلقة بالحصول على المساعدات وتوزيعها على السكان اليمنيين، وسيتم مناقشة موضوع ميناء الحديدة لأنه عنصر أساسي في جلب السلع التجارية والإنسانية إلى السكان المدنيين. وقال التقرير ترجمته قناة بلقيس: تكرر فرنسا التأكيد على أن حماية السكان المدنيين والبنية التحتية فضلا عن الوصول الكامل وغير المشروط ودون عوائق للمعونة الإنسانية أمر ملزم لجميع أطراف الصراع. كما تشدد فرنسا على أن الحل السياسي بالمفاوضات فقط هو من سيضع حدا للحرب في اليمن وسيوقف تدهور الوضع الأمني والإنساني فيه، خاصة فيما يتعلق بالحديدة. يتابع الوزير: يمارس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عمله مع دعمنا الكامل لهذا الحل الذي سيتوجب عليه عندما يحين الوقت أن تستأنف الأطراف اليمنية المفاوضات في أقرب وقت ممكن ودون شروط مسبقة. ذكرى هزيمة 67 وتصنيع الاندحار المستدام. تحت هذا العنوان نشرت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها والتي جاء فيها: تمر اليوم الذكرى 51 لهزيمة حزيران يونيو عام 1967 دون أن تلوح باركة أمل في أن غالبية الأنظمة العربية قد تعلمت أي درس مفيد في علاقتها مع شعوبها ومجتمعاتها، بل يبدو العكس هو الصحيح من حيث حالة التدهور السياسي والإخفاق التنموي وتبذير الثروات وتمكين الاستبداد واختلاق صراعات بين الأشقاء بلغت مستوى فرض الحصار. وخلال هزيمة الأيام الستة تلك تمكنت دولة الاحتلال الإسرائيلي من إلحاق هزيمة نكراء بالجيوش العربية، فبسطت سيطرتها العسكرية على مساحة تقارب 70,000 كيلومتر مربع، أي ما يفوق 3 أضعاف مساحة الكيان بعد عام 1948، وبذلك احتلت القدس الشرقية وكامل الضفة الغربية وغزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان بما في ذلك مدينة القنيطرة. ولقد سارع النظام العربي إلى إطلاق صفة النكسة على كارثة سياسية وعسكرية لا تليق بها إلا صفة الاندحار، ثم لم تجد الشعوب العربية أن أي من الأنظمة المهزومة تكلف عناء إجراء مراجعة بسيطة لأسباب الانهزام، بل أمعنت في مفاكمة الشروط ذاتها التي كانت وراء الهزيمة، وعلى رأسها استفحال الاستبداد والفساد وتغييب الشعوب عن القرار الوطني. والمأساوي في الأمر أن تلك الأنظمة ظلت تتفاخر بأنها وطنية وتقدمية واشتراكية، في حين أنها لم تتوقف عن ممارسة نقائض هذه الصفات، ولم تتأخر أيضا في الذهاب بأنماط قمع الشعوب إلى مستوى المجازر. طلبت الدكتورة أمة السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا في اليمن بسرعة الإفراج عن المختطفين الذين مضى على بعضهم أكثر من 3 سنوات دون تواصل مع أهاليهم ودون معرفة مكان احتجازهم ودون تقديمهم للمحاكمات. وقالت في حوار مع القدس العربي: المختطفون يعانون من أساليب التعذيب الوحشية التي يتعرضون لها في سجون الميليشيات في اليمن، وأشارت إلى وجود أكثر من 5,000 مختطف دون مذكرات توقيف أو تعيين محامين لهم أو تقديمهم للقضاء. وأكدت أن سجون الميليشيات تعتمد أساليب تعذيب نفسي وجسدي وحشية، الأمر الذي بسببه قضى أكثر من 100 معتقل تحت التعذيب أو رميا بالرصاص، وخرج الكثير من هذه السجون معاقين إعاقات دائمة. وقالت أمة السلام الحاج:
هناك مخفيون قسرا منذ 3 أعوام لم تلتقي بهم عائلاتهم، ولم يصلهم أي اتصال أو رسالة أو تطمين عنهم، وهناك مخفيون قسرا لفترات متفاوتة تقارب العام أو أقل. أما المختطفون الذين تستطيع عائلاتهم زيارتهم فهم يتعرضون للابتزاز النفسي، سواء من حيث مدة الزيارة التي لا تتجاوز 6 دقائق أو من خلال شباك حديدية متعددة لا تستطيع الأمهات حتى إدخال أصابعهن لملامسة وجوه أبنائهن. تناولت الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية، وعنونت صحيفة الديلي تيليغراف في مقال لباتريك ساور: الشرطة تحذر من خلايا إرهابية نسائية، بينما أدينت مراهقة بمحاولة إرهابية للهجوم على متحف. ويقول ساور: إن النساء الجهاديات يمثلن تهديدا متزايدا بعد إدانة أول خلية من النساء بالتخطيط لهجوم في بريطانيا. وتقول الصحيفة إن صفاء بولار كانت في 16 عندما شجعها خطيبها نويد حسين، وهو أحد مصلحي تنظيم الدولة الإسلامية، على أن تشن هجوما على المتحف البريطاني في لندن. وتقول الشرطة إن بولار استخدمت لغة مشفرة مبنية على حفل الشاي في رواية أليس في بلاد العجائب لنقاش الخطة مع أختها روزلين 22 عاما وأمها ميناديش 43 عاما. وتقول الصحيفة إن المحكمة قررت إدانة صفاء بمحاولة السفر إلى سوريا والتخطيط لهجمات إرهابية في بريطانيا، مما يجعلها أصغر متعاطفة مع تنظيم الدولة تدان في بريطانيا بمثل هذه الجرائم. عاطلون عن الأحلام، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله في الخليج مضيفا: من حق الإنسان أن يحلم بشرط أن يعي المسافة بين الرغبة والقدرة على تحقيقها، فالحلم وحده قد ينتهي إلى هذيان ومجرد تعويض وهمي عن غياب الحقيقة. والعبارة الشهيرة التي أطلقها مارتن لوثر كينغ في 60 القرن الماضي وهي لدي حلم، كانت مسلحة بالعمل الدؤوب. لهذا بعد أقل من نصف قرن تغيرت الأحوال، ولم يخطر ببال سود أمريكا أن أحدهم سيصبح رئيسا، إضافة إلى جنرالات ووزراء سود من أمثال كولن باول وكونداليزا رايس وآخرين. ولولا الحلم لتأقلم الإنسان منذ بواكير تاريخه مع شرط الواقع وقبل بما هو معطى باعتباره قضاء وقدرا، لكنه بما امتاز به عن سائر الكائنات من خيال استطاع أن يدرك النقصان في واقعه المفروض عليه، وبالتالي يتخيل واقعا أفضل. لكن الفارق بين من تعاطوا الأحلام بإدمان وتوكلوا ولم يعقلوا، وبين من كدحوا لترجمة الحلم إلى واقع، هو أن هذه الفئة الثانية امتلكت وعيا يحصنها من الإفراط في التمني، وأدركت أن الدنيا كما قال الشاعر العربي تؤخذ غلابة. وهناك مثال غالبا ما يستحضره المشتغلون في علم النفس عن الفارق بين إمبراطور حقيقي وبين مجنون يعتقد أنه إمبراطور. فالحقيقي هناك أعداد غفيرة من البشر تشاركه اعتقاده، أما الإمبراطور الوهمي فلا أحد يشاركه هذا الاعتقاد، لهذا يؤدي التحية لنفسه أمام المراية وينتهي أخيرا إلى مصح عقلي. عاد 3 من طاقم محطة الفضاء الدولية إلى الأرض في الكبسولة الفضائية سيوز، وذلك بعد مهمة استغرقت 5 أشهر. هبطت الكبسولة سيوز على الأرض بالمظلة، وعلى متنها 3 رواد فضاء روسي وأمريكي وياباني في كازاخستان. جولتنا المصورة توثق لحظة وصول الرواد الثلاثة وقد نشرتها البي بي سي، نتابع.
بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.